السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أصدقائي المتابعين قناة ذا فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم البيتكوين؟ فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. هذا فيديو أصدقائي عن عملة شيبينو وعن عملة البي تي سي اس تي. أما بش فيديو أصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، بتمنى تشترك بالقناة، بتمنى تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، ولا تنسى تنضم لقناة على تليجرام، الرابط راح أترك لك إياه أسفل الفيديو. خليكم معنا أصدقائي لبعد الأندرو. طبعا أصدقائي، الخبر المهم عن عملة شيبا إينو، تم إضافة عملة شيبا إينو كوسيلة دفع على بطاقة باينانس. ما بيعرف بطاقة باينانس باي أصدقائي، بتقدر تدفع فيها أكثر من 60 مليون تاجر أو تدفع لأكثر من 60 مليون تاجر حول العالم. طبعا عدد العملات الموجودة على باينانس كارد محدود جدا. بالأمس تم إضافة عملة شيبا إينو، هاي دفع إيجابي لوصول عملة شيبا إينو إلى مرحلة الديفاي وقبولها كوسيلة دفع، وأكبر مثال وصولها إلى عملية الدفع من طريق باينانس كارد. طبعا اصدقائي، والخبر الثاني عن عملة البي تي سي اس تي. هاي العملة اصدقائي بعد ما ارتفعت بنسبة 600% اليوم على منصة باينانس، ارسلت تحذير لمستخدمي منصة باينانس عن الخطر اللي عم تواجهه هاي العملة، وانه فريق العملة ما بقى بتواصل مع منصة باينانس. يعني ممكن اصدقائي العملة يتم ازالتها من منصة باينانس، لكن الى حد الان ما في اي رسالة من باينانس بتأكد على ازالة العملة من هاي المنصة. طبعا اصدقائي، لازم تكونوا بكامل الحذر من هاي العملة في الوقت الحالي. ارتفاع كبير، وصلت نسبة 660%، ارتفعت العملة من سعر $5 الى $20 وضربت سعر $40 و$41. اما بالنسبة لعملة شيبا اينو اصدقائي، حاليا نحن عم نمر بنفق سعري. حاليا نحن اعلى النفق اصدقائي، تعرضنا لكسر كاذب 3 مرات من قبل. حاليا نحن اعلى النفق، ممكن نرجع نختبر قاع النفق بسعر 4.1. يفضل الشراء اذا كنت انت بدك تعزز او بدك تخزن من عملة شيبا اينو، يفضل التخزين عند سعر 4.1. طبعا بعد الاخبار الايجابية على عملة شيبا اينو اصدقائي، اذا تم الاغلاق اعلى الترند وتم اثبات الصعود بشكل ايجابي، فممكن توجه الى ارقام مرتفعة مثل 4.15، وممكن ننتقل الى 4.20. أصدقائي، نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، فعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.